مرحبا بكم جميعا حبيبات الغاليات في مطبخ دليلة ديزات. وصفتنا لنهار اليوم المثوم الجزائري أول رمضان 2024، بنة الأعراس مع السر اللي تخلي المرقة عقدة. ابقوا معايا حتى آخر الفيديو وما تنساوش تشجعوني بلايكات وديروا لي البارتاج. السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله نلقاكم بخير ونقول لكم صحه رمضانكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي، ونعاد علينا ان شاء الله العقوبه العام الجاي، الله يعني نقابلوه بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي. اليوم حبيبات قلبي الغاليات تاعي، جبت لكم المثوم لاول رمضان 2024، مثوم جزائري بنه تاع العرس. و بسم الله نعطيكم المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا شوية لحم تاع الغلمي، وعندي بصلة يعني تحت المتوسطة رحيتها بالأشوار ولا بالبغا باش تجيكم رقيقة مليح، وعندي الحميصة طيبة هنايا، جوج مغارف تاع رشة تاع الزيت، الملح على حسب الذوق الملوحة كيفاش حبيتو، مغرفة تاع قهوة حليب تاع الملح ماشي بومبي 5 غرام، عندي هنايا 4 فصوص تاع الثوم، مغرفة تاع العشاء هكذا تاع السمن، اللي ما تحبش السمن تقدر دير مارغرين، وعندي هنايا عود تاع قرفة شللتو، نقولها لكم شحال من خطرة من داك تلقاو هذيك رتيلة من الداخل، شلوها مليح تحت العين، وعندي شوية فلفل أسود وشوية تابل تاع المثوم. أروحوا معايا نجوزو القدرة تاعنا، أنا نجوزو المرميطة تاعنا ولا القدرة تاعنا ولا الكوكوت واش حبيتو. نديرو جوج مغارف تاع العشاء تاع زيت المائدة، وحدة زوج، باسكو هاد اللحم تاعي عندو شوية يعني الشحمة، ونزيد هاديك مغرفة تاع العشاء تاع السمن، ولا تعوضوها بالمارغرين، ونزيد نحط هداك اللحم نقليه، لازم نعطيو له تقلية مليحة وعلى النار متوسطة، طونجون طون نجيو نقلبوه هكذا باش يجينا المثوم تاعنا يكون بنين وتاع الأعراس. هذه الخطوة يعني ركزوا عليها. هنا بعد ما قليته 5 دقائق، شوفوا كيفاش يتدرب على هذاك اللحم، ومن فوق يطلق ليه هذاك لو تيك اللي يكون لتحته، هاولك هذا باش يتلقم يطلق لكم البنة. فوالا بعد ما قليتو دوك راح نجيب هذاك البصل، ونزيد هذاك 4 سنينات تاع الثوم، ونخليه ثاني يزيد يتقلى، نعطيلو تقلية مليحة بالعقل، نرجع له الغطاء ونخليه يتقلى مدة 5 دقائق، هايلك نرجع له الغطاء. هنا بعد ما تقلى لي 5 دقائق، شوفوا لازم تشوفوا هاد البصل يعني هذاك الزيت هذاك اللي دام هذاك السمن وهذاك الزيت يطلع للفوق، يعني باين بلي قليناه مليح. نحب نوري لكم مليح هاد المراحل مبتدئات، شجعوني برك بلايكات، فرحوني هكا، شجعوني بزاف حبيبات قلبي بلي جام هكا باش يطلع المحتوى تاعنا اليوتيوب يزيد يقدم لي دي فيديو تاعك. دوك نزيد الماء اللي يكون مغلي، شوفوا كيفاش راني نخدم، بسم الله فوالا. بعد كي ندير هادوك لي بولات نشوف ولا خصو الماء ولا لا. لا هايلك شوفوا هذيك المريقه، الله الله، نشفيت ولا درت. نزيد الملح،
ما ننساش الملح، ومن بعد نزيد خير شويه. ونزيد هذوك التوابل، لي بيستعمل توم، فلفل اسود والقرفه، ما حبيتش نقليهم. ودوك نجيب هذيك الفرينه نحلوها في شويه تاع الماء. وهنايا شوفوا جبت هكاك قيس شويه تاع الماء مع هذيك مغرفه تاع الفرينه، هاي ليك، يعني نحلوها باش تجينا المريقه تاعنا، ماشي هذاك ليذام وحده وهذيك المريقه وحدها. هذا قلت لكم السر، يعني البنه تاع الاعراس، ومن طون تجيكم المريقه تاعها عاقده، ماشي عاقده بزاف، مي تجيكم مليحه. ومن بعد تشوفوها معايا مع لافا. دوك نخلي يطيب وندوزو لي بولات تاعنا نكورو. وهنا دوك ندوزو لي بولات تاعنا تاع الفيون داشي ولا اللحم المكفت. واش عندنا؟ عندي هنايا شويه تاع الفيون داشي توجور تاع الغلمي، مغرفة تاع لاشا تاع لاشابليور، الخبز اليابس مرحي، وعندي صفار تاع حبة بيض، وعندي هنايا زوج سنينات تاع توم مسكفجين ولا مهروسين بالمهراس، عندنا الملح، وعندنا فلفل أسود، وعندي تابل تاع المتوم. يعني هاد التابل تاع المتوم عندو ريحة تاعو يتشبه الكمونة. دوك نبدا نعجن فيه. وانا واش نجيب هنايا معايا؟ نزيد نجيب باش ما يجينيش ناشف، نزيد شويه تاع الماء، ونقول لكم شحال دالي باش ما يجينيش يابس هاد اللحم تاعي كي ناكلو. انا درت هنا الماء قيس 10 غرام، نعجنوه مليح مليح باش يطلق هذيك البنه بدو التوابل مع هذاك الثوم. هذه الخطوه ثاني مهمه، هكذا شوفوا، دوك نديرهم دي بولات هاي ليك، نوزنهم هكا 20 غرام، نجيب شويه الماء ندير هكذا في يدي ونبدا نضغط هكذا، وندير كويرات باش يجي لي يعني هادو لي بولات يجوني يعني ملساء، ما تجينيش حبه مشققه. هاي ليك نكملهم كاع هكذا، قلت لكم وزنتهم غير 20 غرام للحبه. هاي ليك هنا بعد ما طاب لي اللحم تاعي يعني شد لي 35 دقيقه. شوفوا المرقه تاعها، انا ما زدتلهاش الماء، شوفوا كيفاش راهي ملبيه، شفتوها؟ هذا هو السر لديك الفرينه اللي درناها. دوك حنزيد هذوك لي بولات ونزيد نخليهم ثاني يطيبوا، قيس هكاك 15 دقيقه ل 20 دقيقه. هايك وهذيك الحميصه تاعي طيبه. بعد 15 دقيقه نحل على المرميطه تاعي ونزيد هذيك الحميصه. وهنا بعد 15 دقيقه شوفوا شوفوا اللحم مع لي بولات سوسوا مع هذيك المرقه، ماشي يعني شورورو. شوفوا كيفاش جاتنا لاصوص، ما شاء الله الله يبارك ملبيه. دوك واش حنزيد؟ حنزيد الحميصه تاعي اللي قلت لكم كانت طايبه، خبيتها في الكونجيلاتور. هاي ليك تجيكم لاصوص سوسوا مع الحميصه مع هذاك اللحم. واش نقول لكم ريحتها هنايا، ونجي غير درت العرس شهيتكم في الجنه حبابي وناسي. دوك نزيد نخليه يتكتك هكاك 2 مينوت ولا 3 مينوت، نطفي عليه ونتلاقاو في طاوله التقديم ان شاء الله. أوليك حبيبات الغاليات، المثوم تاعنا أول رمضان 2024، مثوم جزائري بنة مثل العراس مع السر اللي تخلي المرقة تاعنا عاقدة. واش نقولكم من يديكم يا الفحلات، شوفوا كيفاه جاني هادوك لي بولات،
شوفوهم هايلين طريين من يديكم. هامليك ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولعجبكم حبيبه قلبي شجعوني بلايكات وديروا لي البارطاج. ماذا بيا نشوف بزاف لي جام هكا باش يطلع المحتوى تاعنا، باش القناه تاع يوتيوب يعني يزيد يقدم لي لي فيديو تاوعي وتكون عندي المشاهده. نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله، ونقول لكم صحه فطوركم وتهلاو في روحكم.